اهلا بكم في قناة اسرار الفن. يا ريت لو اول مرة تشوفني تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. دور صادم للفنانة شيرين سيف النصر بعد غياب تام، شاهدوا معنا واحكموا بانفسكم. حالة من الصدمة انتابت الجمهور بعد تداول صور تردد أنها تعود للفنانة شريف سيف النصر في أحدى الظهور لها بعد غياب أثناء حضورها محاكمة صديقتها التي سرقت مجوهرتها. جاءت صور شيرين سيف النصر المتداولة أثناء حضورها المحكمة من أجل الأدلاء بأقوالها في واقعة سرقتها على يد صديقتها المقربة، بدت مختلفة تماما، حتى أن الجميع يقول هي شيرين أم لا. ظهرت شيرين سيف النصر في الصور مختلفة بشكل كلي، أطلت مرتدية عباءة وتضع نظارة طبية ولا تستطيع الحركة، فبجانبها شخص يساندها ويساعدها على الحركة. اكتسبت وزن كبير جدا ولافت، فلم تعد رشيقة مثل السابق. أطلت شيرين بصحبة رجل يساعدها على الحركة ويمسك يدها، وعندما وجدت كاميرات نظرت إليها وتجاهلتها ووصلت سيرها. وسبب حضور الفنانة شيرين سيف النصر إلى المحكمة بأنها تعرضت لسرقة مجوهرتها من شقتها لتكشف التحريات عن تفاصيل صادمة تخص السارق، وهي أن التي قامت بالسرقة هي صديقتها، فكيف تم ذلك؟ فقالت شيرين في تسجيل صوتي أنها اكتشفت السرقة عندما دخلت صديقتها المقربة من أجل أن تعيد لها قطعة مجوهرات كانت استعارتها منها من قبل. وعندما دخلت صديقة شيرين سيف النصر الغرفة أخبرتها عند خروجها أنها وجدت الخزنة مفتوحة ومجوهرتها ليست بها. على الفور اتصلت شيرين سيف النصر برجل الأعمال مدير أعمالها وأبلغ الشرطة في الحال. كلمات عرفناها من قبل ونعرفها جيدا، اختيار الصديق قبل الطريق. حكمة شعبية يحفظها الكثير عن ظهر قلب، تأكيدا لأهمية اختيار الصاحب والرفيق. لكن الفنانة الشهيرة شيرين سيف النصر لم تلقي بالا لتلك المقولة، فوقعت ضحية خيانة صديقة عمرها التي سرقت مشغولاتها الذهبية من شقتها. قامت المباحث بالتوصل لملابسات الواقعة ووجدوا أن في النهاية صديقتها هي من قامت بالسرقة. بعد غياب طويل عن الساحة الفنية تستعد الفنانة المصرية شيرين سيف النصر تراجعها عن قرار اعتزالها الفن. شيرين قالت في تصريحات صحفية أنها تستعد للعودة من خلال أكثر من عمل فني عرضوا عليها خلال الوقت الحالي. كشف عن سبب ابتعادها عن التمثيل وتمسكها بهذا القرار قائلة: وفاة والدتي جعلتني أتمسك بالانعزال، وانعزلت عن العالم وأصابتها حالة من الاكتئاب، فرحيلها سبب صدمة لها عدة سنوات. كان آخر فيلم قدمته الفنانة شيرين سيف النصر أمير الظلام، وكان آخر عمل سينمائي تعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام. الفنانة المصرية كما عرضنا من قبل أنها تعرضت للسرقة من خلال صديقتها المقربة، وتم القبض على صديقتها وشحنها على خلفية اتهامها بالسرقة. يذكر أن شيرين سيف النصر ممثلة مصرية قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية، منها سواء الهانم، النوم في العسل، أمير الظلام، غاضبون وغاضبات، واللص الذي أحبه، بالإضافة إلى المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، مسرحية بودي جارد وغيرها. ابتعدت شيرين سيف النصر عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، حيث كان آخر أعمالها مسلسل أصعب قرار والذي عرض عام 2006. ولدت شيرين في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي إلهامي سيف النصر، وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية. في عام 1991 تخرجت في كلية الحقوق وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرانسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية، وقدمها للسينما ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. اعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق، وفي عام 2011 تركت الفن مجددا بعد هجرتها إلى الأردن.
تزوجت 3 مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز إبراهيم، والثانية من المطرب مدحت صالح، إلا أن زواجها انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي، واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانها الانفصال. كما تلا طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة. عملت الفنانة شيرين 14 عملا دراميا، 9 أفلام سينمائية و3 مسرحيات، آخرها بودي جارد التي لاقت نجاحا كبيرا. عقبت محكمة جنح الجيزة المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وألماس من شقة صديقتها الفنانة شيرين سيف النصر في الجيزة بالحبس لمدة 2 عامين، وذلك من أول جلسة محاكمة. كانت النيابة العامة قد قررت حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة من داخل غرفة نومها. واعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. استمعت النيابة لأقوال شيرين سيف النصر حول تعرض شقتها للسرقة وفقدها للمجوهرات ومشغولات ذهبية ثمينة. قالت مقدمة البلاغ في محضر الشرطة أنها فوجئت بسرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة. أضافت الفنانة في التحقيقات أن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة. أوضحت أيضا في أقوالها هوية المترددين على شقتها، ونجحت أجهزة الأمن عن كشف لغز القضية، حيث تبين أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر هي من سرقت مشغولات ذهبية وألماس. ذكرت مدير الإدارة العامة أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة شيرين وتتردد عليها في بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة استولت على كمية من المشغولات الذهبية والألماس، وقد كانت كل هذا في التحقيقات واعترفت بكامل جريمتها. ضجة كبيرة أثارتها الفنانة شيرين سيف النصر بعد أن صرحت هذا التصريح، وقالت إن 9 سنوات من عمرها الفني ذهبوا هباء خلال تقديمها لمسرحية بودي جارد مع الفنان عادل إمام. أوضحت أن عددا كبيرا من جمهورها ومحبيها اعتقدوا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية، ولكن في حقيقة الأمر أنها قضت ما يقرب من 9 سنوات تشارك خلالها في مسرحية بودي جارد التي كانت آخر الأعمال المسرحية للفنان عادل إمام، الذي شارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات من بينهم رغدة ولوسي وعدد كبير من الفنانين الذين تعودوا على مشاركة الفنان عادل إمام أعماله المسرحية. وفي النهاية اعتذرت الفنانة عن مواصلة مسرحية بودي جارد، وذلك ليس بسبب الأجر وإنما للإجهاد، وكما قالت بأنها أضاعت 9 سنوات من عمرها في تقديم هذه المسرحية دون أي عائد فني. فالأعمال الدرامية هي ما سببت لها الشهرة وساعدت على انتشارها، ولكنها في البداية أو النهاية لم يكن الفن هو مقصدها الرئيسي، وإنما اعتزلت الفن أكثر من مرة بسبب زيجتها وبسبب وفاة والدتها.